السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. برحب بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان الجبهة الغربية في الحرب العالمية الأولى. حلقة النهاردة جزء من الحرب العالمية الأولى، معلومات عامة، تاريخ 3 أغسطس عام 1914 حتى 11 نوفمبر 1918، 4 أعوام و3 شهور وأسبوع. الحرب البلد كانت في بلجيكا وفرنسا، الموقع شمال أوروبا ولورين وألزاس حاليا فرنسا وبلجيكا. النتيجة انتصار حاسم للحلفاء وانتهاء الحرب العالمية الأولى، سقوط الإمبراطورية الألمانية بسقوط الجبهة الغربية، توقيع معاهدة فرساي. المتحاربون المحور هما الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية، أما الحلفاء فكان فرنسا والمملكة المتحدة، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، جمهورية البرتغال الأولى، وروسيا. القادة هيلموت فون ملتقى إيرش فون وفانكهين وبول فون هينبروغ وإيريك لاندروف وهينبرغ ويليهلم كرونر، دول كانوا بالنسبة للإمبراطوريات. أما الحلفاء فلا قيادة موحدة حتى عام 1918، أصبح القائد هو فريديند فوش. الخسائر خمسة مليون وستمائة 603,000 قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو أسروا من المحور اللي هم الإمبراطوريات. أما الحلفاء فخسائر كانت 7,947,000 قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو أسروا. بدأ القتال في الجبهة الغربية بغزو ألمانيا للكوسنبروغ وبلجيكا في عام 1914، ثم السيطرة العسكرية على المناطق الصناعية المهمة في فرنسا. كانت الحرب سجالا في الجبهة الغربية بداء من انتصار الحلفاء في معركة المارن الأولى، وبعد ذلك حفر كل الجانبين خطا متعرجا محصنا من الخنادق لتبدأ حرب الخنادق. امتد خط الخنادق من بحر الشمال إلى الحدود السويسرية مع فرنسا، وظل هذا الخط ثابتا لم يتغير معظم أيام الحرب بين عامي 1915 و 1917. كانت هناك عدة هجمات كبرى على هذه الجبهة، شملت هذه الهجمات استخدام القصف الشديد بالمدفعية وهجمات المشاة الشاملة، إلا أن استخدام المدافعين للرشاشات والأسلاك الشائكة والمدفعية ألحقت خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين والمدافعين الذين يقومون بالهجوم العسكري. نتيجة لذلك لم يحدث أي تقدم ملموس، وفي محاولة لكسر الجمود شهدت هذه الجبهة إدخال تقنية عسكرية جديدة، بما في ذلك استخدام الغاز السام والطائرات والدبابات، وقد أدى ذلك كله إلى تحرك نوعي في الجبهة. ومع أن الموقف كان جامدا في هذه الجبهة، إلا أنها كانت حاسمة، وقد أقنع تقدم قوات الحلفاء سنة 1918 ميلاديا القادة الألمان أن الهزيمة أمرا لا مفر منه، واضطرت الحكومة الألمانية أن تعرض الهدنة على الحلفاء. انتهى مؤتمر باريس للسلام في عام 1919، وقد نتج عنه معاهدة فريسي. وكان القتال الذي دار على هذه الجبهة قد استمر 4 أغسطس 1914 إلى 11 نوفمبر من عام 1918. إن إجبار ألمانيا وحلفائها على تقديم تنازلات كانت بمثابة النواة للحرب العالمية الثانية. انتهت حلقة اليوم، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم.
انتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا إن شاء الله تعالى.